وهيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادر والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ أنا نشوف فيكم راكم هايلين اليوم. شكون اللي داركم هذا المكياج هذا؟ عمو حميد ها؟ عمو حميد. عجبكم الحال؟ برافو. إذا مرحبا بكم وتحية كذلك الأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا تاني. مرحبا بكم يا أطفال. وإذا حبيتوا باش تحضروا معنا كما الأطفال هذو اللي راهم هنا من جونا من كل ولايات الوطن، ما عليكم إلا تشاركوا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال نرحبوا بكامل الأطفال اللي سجلوا باش يحضروا معنا ويجوا يفرحوا معنا كما فرحتوا أنتم اليوم. يا أخي على بالكم هذه الفترة هذه كان يوم مهم جدا، هو اليوم لا وش يقولكم يوم 8 مارس؟ دقيق يوم 8 مارس وش يقولك؟ يا عيد الأم، عيد المرأة. عيد المرأة وعيد الأم وقتاش؟ بعد نقول لكم وليس بعيد الأم وقتاش نعطي له هدية. 8 مارس وشي؟ عيد المرأة. عيد المرأة يوم العالمي للمرأة. للمرأة. وانتي؟ عيد المرأة. عيد المرأة. هو تعرف انت 8 مارس وش هو؟ عيد؟ وش؟ عيد المرأة. قول عيد المرأة. قول عيد المرأة. معلش روح تلعب في الدار، روح تلعب في الدار بتاع مرتها بالبولات، خرج البولات شويه دوم قانتو ما هادو خلونا شويه. اذا يا اطفال اليوم العالمي للمراه يوم مهم، وعمو يزيد معروف بهذا اليوم هذا لانه منذ سنه 1997 وعمو يزيد يغني للمراه في عيدها. اذا هذا اليوم هو الحفل العشرون لعمو يزيد، 20 سنه من التقدير للمرأة. المرأة اللي هي وش هي المرأة؟ هي الأم. تاني وش تكون المرأة تاني؟ الأم تاني وش الآخر؟ وش تكون؟ الأم تاني؟ الأم وش تكون تاني المرأة؟ الأم الأخت. الأخت فوالا. رأس الأساسي للدار. الرأس الأساسي للدار. دوك يسمعك باباك دوك يزعف. أخت كبيرة تكون الأخت. الزوجة الأخت. المرأة هي الأم، هي البنت، هي الجدة، هي الخالة، ابنة العم، ابنة الخال، ابنة الخالة. يعني المرأة وش حبيتي تقولي لبنتي؟ اسمعي واسمك؟ لينا. لينا شحال في عمرك لينا؟ 6 سنوات. الله يبارك. وش حبيتي تقولي لي؟ أخت كبير. لا 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 المرأة يعني الأخت كبيرة. عاوديها. أخت الكبيرة. الأخت الكبيرة. المعلمة. برافو 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 برافو. البنت الأخت. الأخت. برافو. الجدة العمة الخالة. يا أطفال المرأة هي عنصر أساسي في المجتمع. على بالكم باللي اليوم عمو يزيد دالكم هدية ومفاجأة بهذا اليوم، ولكن قبل ما نروحوا لهذه المفاجأة نطرحها لكم لغز اليوم. تحبوا الألغاز؟ أوكي. إذا اللغز اليوم وكذلك الأطفال اللي يشاهدوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز عبر الإنترنت بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد.
لغز اليوم يقول: عند نهوضي لا أحدث صوتا ولكني أوقد الجميع. نعاود: عند نهوضي لا أحدث صوتا ولكني أوقد الجميع. على بالي انتم شاطرين، اقعدوا على بالي انتم شاطرين، رايحين تصبروا الى نهاية الحصة هكذاك باش الاطفال اللي راهم يشاهدوا فينا يقدروا يشاركوا معنا عبر الانترنت عبر موقع عمويزيد.com. بالضبط يا اطفال، عمو يزيد جاب لكم اغنية. هذه الاغنية نقول فيها: يا بنت حواء تتغنى بالمرأة. تغنوا معايا؟ يلا يلا نغنوا مع بعض. هاي مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهناء، أنت الحب والرضا، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. حملت لواء الثورة، تحديت الهم والألم، ضحيت ودقت المرة وكنت الأخت والأمة. حملت لواء الثورة، تحديت الهم والألم، ضحيت ودقت المرة وكنت الأخت والأمة. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهنا، أنت الحب والعطاء، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. أنت هي العمود في رفع المجتمعات، وكنت للرجل سندا في تحقيق النجاحات. أنت هي العمود في رفع المجتمعات، وكنت للرجل سندا في تحقيق النجاحات. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهنا، أنت الحب والعطاء، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. مهما تكلمنا عليك يعجز عنك التعبير، نطلب ربي يحميك وكل عام أنت بخير. مهما تكلمنا عليك يعجز عنك التعبير، نطلب ربي يحميك وكل عام أنت بخير. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهنا، أنت الحب والعطاء، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. برافو 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 برافو. عجبتكم الأغنية أطفال؟ إذن قولوا لأمهاتنا والمرأة الجزائرية والمرأة العالمية كل عام وأنت بخير ونحبوك يا أخي. على بالكم باللي في الحصة نتاعنا في كل مرة كاين باحثة ولا باحث يديرنا نبدا تاريخية عن شخصية. احنا اليوم اخترنا شخصية، على بالكم باللي كاين مجاهدة واسمها نفيسة حمود، هي المرأة الأولى اللي اتصلت مع الفيدرالية العالمية للمرأة حتى يصبح يحتفل بثامن مارس في الجزائر، وهذا الشيء كان من قبل الثورة.
نشوفوا معنا. يلا إذا نشوفوا نبدأ تاريخيا عن حياة نفيسة حمود. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة المناضلة نفيسة حمود. ولدت نفيسة حمود في 1924 بالجزائر العاصمة من عائلة معروفة وميسورة الحال. واصلت دراستها مكللة بالنجاح وكانت من بين أوائل دفعات تخصص طب سنة 1944. شاركت في مظاهرات أول ماي 1945 بمدينة الجزائر، وباشرت نشاطها النضالي في جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا التي تقلدت منصب النائبة فيها سنة 1947 قبل أن تنتخب أمينة عامة لجمعية النساء المسلمات الجزائريات. وإلى جانب مهنة الطب كانت تستغل فرصة كل تجمع نسائي لنشر الوعي القومي وتعرف النساء بما يستطعن تقديمه في سبيل تحرير الوطن رفقة مناضلات أخريات، بالإضافة إلى الاهتمام لمشاغلهن ومحاولة تفعيل دور المرأة الجزائرية في المجتمع، حيث اتصلت بالفيدرالية العالمية للنساء لإحياء احتفالية 8 مارس لأول مرة بالجزائر، وكان ذلك سنة 1950. التحقت نفيسة حمود بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1954 وأصبحت رائدة في صفوفه، كما كانت تعالج الجرحى والمرضى في معاقل الثورة حتى ألقي عليها القبض بالولاية الثالثة سنة 1957، ثم أطلق سراحها قبيل الاستقلال بموجب عفو شامل أصدرته السلطات، وظلت يدها ممدودة لخدمة وطنها إلى أن وفتها المنية في 2002 عن عمر يناهز 78 عام. شكرا. برافو 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 نور الهدى. برافو برافو. إذن نفيسة حمود الله يرحمها ويوسع عليها هي أول من اتصل بالفيدرالية العالمية لإحياء احتفاليات 8 مارس في الجزائر في سنة 1950. على بالكم لي نفيسة حمود كانت من عائلة ثرية، يعني عائلة لبس بهم وكامل، وكانت من بين أولى الدفعات تاع الأطباء في الجزائر. كانت طبيبة وكان عندها المكتب تاعها الخاص، كان عندها لو كابيني تاعها، خلات لو كابيني وخلات الثراء وراحت باش تحقق الاستقلال للجزائر. راحت طلعت الجبل كما يقولوا وراحت كافحت على هذا الوطن العزيز هذا. إذن تحياتنا لنفيسة حمود. يا أطفال تحبوا ألعب الخفة؟ حبوا. إذن راح نعيطوا لعمو يوز اللي جانا من مدينة بجاية باش يمتعنا بهذه الألعاب. يلا معايا. ليس بممنوع فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. توفير الأمن والأمان عند الأزمة وعند الحرب، ونعاملهم بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم. نفوسنا أرجو هذه الهدوء
برافو 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 عمو يوز برافو برافو. يا أطفال تحبوا حكاية عمو يزيد؟ يلا اليوم نحكي لكم حكاية الصياد الصغير. يلا معايا. شكرا 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 يا أطفال. اليوم راح نحكي لكم حكاية الصياد الصغير. واحد النهار كان واحد الرجل عنده بابور قارب قديم بالمحرك، دو كان يخرج به للصيد. واحد النهار دا وليدو صغير معاه، دا وليدو صغير وراحوا يصيدوا، وكي خرجوا للبحر هكذا بقى هذاك الصياد يرمي في الشبكة، يرمي في الشبكة ويطلع أسماك. وهذاك الابن نتاعو شاف بلي هذوك الأسماك متنوعة، شفت كي تروح تشيل حوت بزاف الأسماك هكذا ما تقدرش تعرف اسماوتهم كلهم. ولكن الصياد سألو وليدو الصغير استقصاه، قالوا يا بابا وهاد الأسماك هادو تعرف كامل الأسماك أنواع الأسماك هادو؟ ضحك بابا، ضحك لأنه عنده أكثر من 20 سنة هو صياد، قاعد يضحك هذا. قالوا نعم يا ابني نعرفهم كامل. قالوا بابا حدثني شوية على الأسماك هادو، على الحوت هذا، وش هما الأنواع اللي نعرفوهم اللي ما نعرفوهمش كامل. بقى يقول له باللي كاين في البحر أسماك متنوعة، كاين قط البحر، كاين كلب البحر، كاين الحصان، كاين يعني كما يقولوا كل ما يوجد في البر يوجد في البحر. يبقى يكلموا على مثلا على هذاك السمك ابو سيف، هذاك اللي عنده نيفو هكذا طويل هكذا، كلموا عليه، تكلموا على مثلا على الدلفين لو دوفان اللي هو صديق الانسان، يعني حتى لو كان الانسان يغرق هو اللي يسلكه، لو دوفان سي لامي دو لوم. وكلموا ثاني على بالين، قالوا كاين في البحر اثقل حيوان على الارض. قالوا بصح انا بابا عن بالي بلي الفيل هو الثقيل. قالوا لا لا يا ولدي، البالين قادر يوزن حتى 10 افيال. ومن بعد قالوا من بعد كي جبدوا في الشبكه هكذا شاف واحد الحيوان هكذا عنده رجلين بزاف. قالوا بابا هذا وش هو هذا؟ قالوا هذا اخطبوط. كشف الاخطبوط هكذا قال له احكي لي شويه على الاخطبوط. قالوا يا ابني، قالوا الاخطبوط عنده واحد الحكمه لازم نعرفوها اليوم. قالوا الاخطبوط لما تبيض، البيض نتاعها تحتفظ به في المعده نتاعها، وحتى ما يتلوتش هذاك البيض تمنع نفسها من الطعام، تقعد صائمه حتى هذاك البيض يفقس. وفي اغلب الاحيان يؤدي هذا الشيء الى الموت نتاع الاخطبوط، هذيك تموت برك باش ما تاكلش، باش ما تلوتش البيض، باش تحتفظ بولادها باش يفقسوا. عمو يزيد، الحكمه اللي نستخلصوها من هذه الحكايه هي تضحيه الام ليس لها حدود. بالضبط. صفيقه على بولي، صفيقه. شفتوا يا اطفال، تضحيه الام ما عندهاش حدود، يعني الام قادرة تضحي. شفتوا الام تاعنا شحال تحبنا؟ الام تاعنا حملتنا في بطنها 9 اشهر وتحبنا، وهي اللي لما نكون مراد هي تتهلا فينا، هي اللي تستكلف بينا، بالمرات تكون راقد في الليل تحمينا الام كذلك، وتنوض في الليل بالمرات تغطيكم، ولما تكونوا مراد تداويكم، حنينه الام. اذا لازم نتهلاو في والدينا يا اطفال. اذا البر بالوالدين وتضحيه الام ليس لها حدود. يلا معايا الفقره مواليه. شكرا. عجبتكم الحكايه اطفال؟ والحكمه؟ اذا لازم نتهلاو في والدينا وخاصه الام نتاعنا. يا اخي اطفال لازم تكونوا عاقلين. من بعد راح نتصل يا اخي، كامل عيطنا لكم في التليفون برجيتو يا اخي. اذا راح نتوجه الاطفال كذلك اللي يحبوا باش يحضروا معنا، كيما هاد الاطفال هادو كاع اللي راهم هنا، كلهم سجلوا عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني. مرحبا بك. والاطفال هادو حضروا معنا اليوم بفضل هذا التسجيل. اذا يا اطفال باش تحضروا معنا وتفرحوا كما هاد الاطفال، ما عليكم الا تسجلوا عبر موقع الانترنت. يا اطفال عجبكم الحال لما اتصل بكم عمو يزيد؟ شكرا. اذا وصلنا الجواب على اللغز. عند نهوض عمو
لا أحدث صوتا ولكنني أوقد الجميع. أوكي. الشمس. واسمك؟ وصال. وصال. أنت تاني تشبه للشمس على بالك بنتي. الله يبارك الله يبارك. كيف وصال؟ أديك. 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 المنبه. المنبه. أديك. 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 وأنت؟ هلال. هلال. الشمس. الشمس. منبه. المنبه. الشمس. الشمس. النجمة. النجمة. الشمس. الشمس. وأنت بنتي؟ تعالي تعالي. أديك. أديك. الشمس. الشمس. وأنت؟ الشمس. الشمس. أديك. أديك. شروق. شروق. الشمس. شروق تي في ولا شروق ولا شروق بنا شروق الشمس. شكرا. انت واش قلت لي؟ الشمس كذلك. يا اطفال الجواب الصحيح وانت واش قلت؟ ثامش. الثامش. ثامش. الله يبارك. واسمك؟ روح قلنا واسمك ولدي. واسمك؟ محمد. محمد. وين تسكن محمد؟ في قليعه. قليعه. الله يبارك. تحياتنا لكل ناس قليعه. بصح محمد ديتنا كاع البنات خبيتهم عندك يا اخي. بعد سلف لي شوية يا بعد يسلف لنا شوية. وي ولدي. الكلب. وش هو اسنا؟ الكلب. الكلب. لا لا. إذن يا أطفال الجواب الصحيح كان الشمس. تعالي بنتي. إذن هو الشمس. احنا في كل حصة لما طفل يبدع ويعرف الجواب هو الأول على كل حال نعطي له هدية. عمو يزيد يعطي له هدية. أعطي الهدية تاع هذه العروسة هذه. فوالا. هديتك يا بنتي هو سيدي. فيه أغاني الأطفال مدرستي تاع عمو يزيد اللي متواجد في الأسواق وتقدروا تصيبوه يهدي لك عمو يزيد. وعندك كذلك قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة إن شاء الله. بالتوفيق بنتي. تفضلي تفضلي. تصفيقة 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 تصفيقة. يا أطفال درك الحقنا واحد الفقرة اللي نحبها أنا بزاف. رح نقعد لهيك واللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي. شكون اللي عنده نكتة؟ شكون؟ تعالي أرواح. داكور. يلا بنتي اروحي. واسمك؟ فرح. من جيتي فرح؟ مشرقة. مشرقة. شحال في عمرك؟ 8 سنوات. احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد نهار واحد راجل مريض راح عند طبيب طال الدواء قال اشرب 3 مغارف في النهار، وحدة الصباح كي تنوض، وحدة في نص النهار، وحدة في الليل كي تجي راح ترقد. قالوا راجل قال لي يا طبيب انا عندي مغرفه واحده ما عنديش 3. برافو بنتي. برافو 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 برافو. عندك لو يرسم وين راه لو يرسم؟ شكون اللي كان يرسم؟ اللي كان يرسم في الطابلو ورا. اروح تعال. عندك نكته؟ تعال اقعد. تفضل تفضل اقعد. واسمك؟ اكرم. اكرم. من جيت اكرم؟ وهران. جيتوا من وهران لحصه عمو يزيد؟ كلم لكم بالتليفون؟ كلم لكم بالهاتف؟ فرحتوا كي عيطنا لكم؟ الله يبارك. شحال في عمرك؟ 7 سنوات. كي تروح سلمنا عليهم كاع يا اخي امانه. احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد النهار هذا السبع كان داير حفله يعرض كاع الحيوانات ما عرفتش التمساح. يجى الحمار فاتي قال التمساح قال له ما عرضكش. اي التمساح ركب فوق ظهر الحمار يا وراحوا. اي كي وصلوا قالوا لا الحيوانات خلي التمساح وادخل. يا قال لهم الحمار عمركم ولا شفتوا حمار لابس لاكوست؟ شكرا شكرا. اروحي تيا بنتي. تيا تيا تعالي. واسمك بنتي؟ نسمة. نسمة. وين تسكني نسمة؟ في قليعة. قليعة. الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد كان يتقصر مع صاحبه. كان يقول له ما كانش واحد اسمه عبد الرحمن في مدينة الجزائر. قال له لا كاين عبد الرحمن الحداد، كاين عبد الرحمن خويا، وكاين عبد الرحمن اللي يسكن قدامي. برافو 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 برافو. يا اطفال يا اطفال لحقنا درك للركن اللي انا نحبوه بزاف، ركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد ياسين 6 سنوات. اروح ياسين. اروح وليدي اروح. اذا ياسين
اصدقائنا راح يروحوا يجيبوا لنا الكاطو نتاعو وحنا راح نغنوا له كامل عيد ميلادك سعيد يا ياسين. يلا اروحوا معايا تفضلوا منا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة ونعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه ويباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو 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 برافو. إذن العد التنازلي 6 5 4 3 2 1. يلا 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 برافو برافو. إذن يا أطفال على بالكم باللي اليوم كامل الأطفال اللي راكم هنا راح تدوا هكذا شهادة للمشاركة، هكذا بوستر عمو يزيد مع شهادة مشاركة تعلقوها في الدار، ديروا لها كادر وتعلقوها في الدار. يا اخي هذه الشهاده تاعك يا ياسين بوزاغ ياسين داكور، هذه الشهاده تاعك والشهاده تاعكم تدوهم اليوم في نهايه الحصه يا اخي يا اطفال. اذا قطعوا لنا الكاطو وانا ما بقى لي الا نقول لكم انتظرونا في الاسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناه. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.